صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. هلا ازيك؟ تفضلي. الحمد لله. اهلا وسهلا. تفضلي فيكي. يسعد صباحك حلا. يسعد صباحك حلا. قاعدين عمالين نتكلم عن موضوع انه الشباب دلوقتي بدا يبقى في حاله من النفور او العزوف من القراءه. بطل في ناس كتير عندها شغف زي زمان ان هي تنزل زي نوار تشتري كتب تدفع فلوس كتير وتقعد تقرا فيها. ده دلوقتي مش موجود بشكل عام. هلا ممكن يكون معك حق، بس في مثل بيقول ان خليت بليت. القراءه موجوده بس ممكن ما نشتري بقى الكتب، ممكن نقرا الكترونيا، ممكن نسمع الكتاب، وهذا هلا الرائج يعني اكثر من انه نروح على المكتبه فعلا نشتري كتاب. فشباب عم تقرا ممكن اقل من قبل بكثير، بس لسه يعني ما تخلوا عن القراءه تماما. في اوديو بوكس، في نوار، في نوار، في انا وفي حلا. بس حلا يمكن في مشكله نحن عم نواجهها غير لا ملموسه كثير، اللي هي التظاهر بالثقافه والقراءه. يمكن حتى لو اشياء محتوى ضعيف جدا، بس لمجرد انه انا عندي مكتبه بالبيت بغض النظر عن محتوى هي المكتبه. بالضبط هي المشكله. انا بالنسبه لي اكبر اصلا من العزوف على القراءه، لانه نحن هلا بعصر الشكليات، كل شيء كل حدا بده يبين بلبس بشيء، فصار حتى بالقراءه الواحد بده يبين. فإنه يصوروا الكتب، إنه بشتري أنا الكتاب وبدفع عليه هديك الحسبة كرمال أنا صوره أو صور كوت منه اقتباس منه وخلص، إنه أنا عم بقرأ هذا الكتاب هلأ. بس بنفس الوقت بعصر الشكليات هاد، أنا عندي إيمان إنه الكتاب رح يعطي تأثير على البني آدم. يعني هو أوكي هلأ عم يتظاهر إنه هو عم يقرأ وعم بيمثل إنه هو عم يقرأ، بس أنا متأكدة إنه بيوم من الأيام رح يجي فضول من عنوان كتاب إنه يقرأ هذا الكتاب كامل. فدايما بحاول شوف نص الكاسة المليانة، يعني هو ظاهرة أبدا منيحة، وإنه تظاهر بأي شيء مو منيح فيك، يعني دايما في شيء أي شيء مزيف ما رح يكون حقيقي. والقراءة لازم لتكوني صديقتها تكوني حقيقية معها يعني. نحكي أيام عن التكنولوجيا وبنحكي أيام عن البرامج اللي بننزلها كرمال نجبر هالجيل إنه يقرأ. نجرب نحتال عليه، أو مثل ما بيقولوا بطريقة تانية. كذا مرة حكينا بالبرنامج معنا إنه نزلوا هذا الأبليكيشن كذا، بس أنا هيك من جوا بكون متضايق. ما في احلى منه ملمس الورق. ملمس الورق، ورق غير فعلا ريحة الكتاب. انا بالنسبه لي يعني مع اني دائما بحكي عن بدائل عن القراءه مشان شجع على القراءه، انه اوديو بوكس، كتب الكترونيه، حتى لو فيديوز عن القراءه، بس بالنسبه لي بيضلوا لريحه الكتاب معنا. بس بنفس الوقت نحن بدنا يهمنا المحتوى، بدنا يهمنا انه القارئ يوصل للغايه اللي هو بده اياها. So, يعني هي انا بالنسبه لي ريحه الكتاب غير، وملمس الكتاب غير، والعيشه مع الكتاب غير. يعني انا الكتب اولادي بالنسبه لي. بيقولوا يا حلا كلمتي يس. بس يعني نحن دائما بنحكي انه بدنا نوصل لمحتوى معين، بدنا نوصل لهدف معين، فكيف بقى الوسيله هي بتختلف من قارئ لاخر. نفس الدراسه، في ناس بتحب تدرس الصبح، في ناس بتحب تدرس على الايباد، في ناس بتحب تكتب، ففي ناس بتحب تسمع الكتاب. للاسف بتعرفي حلا، يمكن الكتاب هو افضل، مش يمكن، هو اكيد هو فعلا افضل صديق لاي حدا. قد ايه بيقدر الشخص اللي مش مكتشف انه الكتاب فعلا هو خير صديق، قد ايه رح يساعده انه هو يبعد شوي عن عالمه اذا كان فيه مشاكل؟ يعني احنا هلا بنمر بوقت مليان مثلا ضغوطات نفسيه في الشغل، برا الشغل بيكون احيانا علاقاتك متوتره، بتحسي انت محتاجه كتاب، صح ولا لا يا نوار؟ لما انت مثلا بتحسي حالك متضايقه بتهربي للكتاب لحتى ما تفكري باي شيء. قد ايه هي المقوله صح، وقد ايه بيساعدنا الكتاب لحتى نبعد شوي عن خلينا نقول واقع حياتنا وصخب الحياه؟ هلا هو ما بيبعدنا، بالعكس انا بالنسبه لي هو بيدمجنا بالواقع بطريقه اصح. يعني هو بيخلينا نتعايش مع هذا الواقع اللي اوقات عم بيكون قاسي علينا بطرق معينه. الكتاب صديق لانه بيخليك تتعايش، ما بيخليك فيك مثل السوشيال ميديا مثلا انه بيعيشك بعالم افتراضي. الكتاب انا بالنسبه لي هو اكثر شيء حقيقي ليقربك من العالم. يعني فيك
لتحسن نفسيتك تقرا تنميه بشريه، لتفوت بحاله دراميه تقرا شيء فانتازيا او شيء هيك. بس السوشيال ميديا او التكنولوجيا، نرجع لموضوع التكنولوجيا شوي، دائما فيها شيء افتراضي مو حقيقي، وهذا اللي عم بيولد اكتئاب. فانا بالنسبه يعني الي الكتاب علاج اوقات لتشوف، لتكون حقيقي، لتشوف حالك من جوا كيف انت، شو اللي بيلفتك، تكتشف حالك. اوقات فعلا الكتب بتخليك تكتشف حالك، فحالك تكتشفي زوايا مخبايه بالضبط. اذا سمعتينا من شويه كنا بنتكلم عن موضوع الاخذ بالنصيحه، قد ايه مهم دلوقتي انه احنا كمثلا ابهات وامهات نهتم بان احنا نزرع في نفوس اطفالنا حب القراءه، انك انت بدل ما تروح تشتري له حاجه مش هيستفيد منها، اشتري له كتاب كهديه، حفزه ان هو يقرا، حتى بتكافئه، بتقعد تقرا معاه، بطلنا حتى يا نوار نسمع حواديت ماما بتاعه زمان، هي تقعد انا بالنسبه لي بالنسبة لي هي مأساة، إنه شو، لأنه بشتغل شوي مع الأطفال بالدراما وبالمسرح، فالطفل ما عم يأكل هلأ إلا ليكون الآيباد قباله، ما عم بينام إلا ليكون الآيباد قباله. فهذا بالنسبة لي عم بيربوا الأولاد على شيء كتير، إنه يكونوا مثل روبوتس. الولد صار روبوت إذا حطيت الآيباد قباله فجأة بيهدى، يعني كأنك عم تشحنه. فلازم القراءة تكون مع الولد من اليوم الأول، من الشهور الأولى، إنه الولد يتعود على شيء يلمسه بإيده أو يسمع دائما حكي. فعلا يعني أنا لهلأ الحكاية اللي كانت تنحكى لي وأنا صغيرة ما بنساها لسه فاكرة. أو كمان بدي لكم يتعلم يشوف أهله عم يقرأوا، قديش هذا الموضوع بيأثر عليه. إذا عم تقولي من الشهور الأولى بالضبط، ما عنده الإدراك لأهمية هذا الموضوع، قد ما قادر يشوف الوالد والوالدة مثلا قاعدين معهم كتاب كل الوقت، مو معهم تليفونات. طبعا الواحد كمان بياخد أهله قدوة دائما، وإذا الأهل مو قدرانين يقرأوا لازم يزرعوا هذا الشيء. بس طبعا إذا كانت العائلة قارئة بشكل كامل، أنا متأكدة أنه النتائج رح يعني رح تكون أفضل بكتير. فين يكون الديفلز أدفوكيت بالقعدة دي بما أنه مع التكنولوجيا؟ أوكي، الكتاب رائع بجنن، وهو صديق وهو أخ وعائلة وبي واللي بدكم إياه، بس على التليفون تصفح أسهل، أنك تفوت تاخد معلومة أسهل بكتير من الكتاب. لا خلينا ناخد بس كمان البوزيتيف والنيجاتيف يا جماعة. أنا حكيت لك أنه أنا أول شيء دائما بشوف النص المليان من أي كاسة، يعني دائما أوكي نحن بيهمنا كيف نوصل للمحتوى، كيف نوصل للغاية، كيف نوصل للمعلومة، ما بيهمني كيف رح توصل لها. I'm okay with it. أنا معك، بس حاطي مثل تاني كليا على بس الفكرة. نحكي على موضوع أنه مثلا غابات أمازون عم نقطع شجرة، عم نقطع وراء كرمال نعمل كتاب، بينما نحن فينا نعمل نقرا الكتاب على التليفون. وعيونك إيهاب. اوكي وعيونك يا كنت رح احكي هيك، انا ما صار درجاتي 100% من الكتاب. يعني إيهاب اتفقت معي انه عيونك كمان مش ببلاش، انت عم بتضيع الطفل. اذا انت عم يعني بدك هالطفل ياخذ المعلومه من هذا العمر بكير كلها الكترونيا، لانه اسهل عليك. اول شيء الطفل رح يصير يتعود انه كل شيء صار سهل، يعني ما رح يتقبل انه يكون عنده شيء صعب. الحياة صارت اسهل يا حلا، بطلت مثل قبل. بس انا بس لازم الولد يكون شوي متعود انه في صعوبات شوي، لانه اذا اجاك كل شيء سهل الحياه ما انا سهله. انا معك يعني بدو بايدك لسبب هي قالت حاجه فعلا مهمه ايهاب، انه يعني بغض النظر عن الوسيله اللي انت هتوصل بيها للمعلومه، حتى لو حد هيقولها لك بس كده بالحديث، مش شرط انك تقرا او تشيك الموبايل، المهم توصل لك المعلومه. بس هي الفكره في ايه، انه في ناس عندها ميول زي مثلا دعاء نوار، يمسك الكتاب يألف الصفحات يبقى قاعد كده في السفرة هو مبسوط جدا بكتاب. في ناس تانية بتحب تتلقى المعلومة زي إيهاب بالسرعة بالتكنولوجيا، بأن هو بس بضغطة، يمكن طبيعة البني آدم هي اللي بتلعب دور. على حسب مجرد تقبل أخذ المعلومة هذا شيء إيجابي. بقى كيف الطريقة نحن ما رح نختلف عليها، برجع بعيد وبكرر نفس النقطة، بس الفكرة أنه فعلا صحيا والقراءة لها مميزات ما رح تلاقيها بالتكنولوجيا. القراءة الكتاب هذا رح يساعدك للمستقبل أنه أنت ما يكون عندك زهايمر مثلا، بتقوي حتى الوصلات العصبية بالدماغ. أستاذكم صرت تكرهوني. لا لا ما صرنا نكرهها، لا لا بالعكس نحن هون الحياة كلها وجهة نظر. حاطط لنطية لا بالقراية، بس أنه بتوصل إلى مرحلة أنه خلص في شيء اسمه عصر صرف
بسرعه، في شيء اكيد لازم انا ما عصر بسرعه على فكره، وانا من النوع مثلا اللي بس انسى معلومه بكتاب وما بدي ارجع اقراه، بكون عم بقرا الكتاب بس مع اوديو بوكس بحس اسرع لي من انه ارجع عيده من الاول بالسياره مثلا. مثلا احسن تضيعي يعني، ممكن يخربطك يخليكي برجع بقول لك انا بكون قارئ الكتاب قبل بس بدي ارجع اسمعه أصلاً. بس انه ارجع انه اسمع كتاب من اول وجديد نو انك تبداي مع كتاب جديد تسمعي ما حتحبي الكتاب، حتحسي القصه بالضبط سطحيه كثير. لاني انا جربت مريت بهي المرحله الصراحه ما كملت الكتاب، مع العلم انه كنت سامعه عنه كثير كلام حلو. بس حلا قدمهم هلا حملات التوعيه للقراءه، يعني مثلا مرقنا بعام القراءه، هلا صار في معرض الكتاب مثلا بالشارع، من اروع الفعاليات اللي عم بتصير لحتى تشجع الناس على القراءه. قدمهم هذا الموضوع، هذا من اهم المواضيع والاهم من معرض الكتاب بالنسبه لي اللي هو للكبار، اللي هو من زمان قائم، اللي هو معرض الكتاب للطفل. يعني السنة كان رائع جدا في كل شيء ممكن يحمس الطفل انه يقرا، من تكنولوجيا ومن كمان كتاب كتب ورقيه والعاب تخص القراءه. فكان هي الحملات بالنسبه لي جدا ممتازه. وكمان في حمله تبع الشيخ محمد بن راشد اللي هي تحدي القراءه، تحدي القراءه العربي، كمان هي بكل الوطن العربي، يعني كمان مو بس بالامارات وبكل مدارس الامارات. هون لاي طالب بحق له يشارك لو تجربه انه خذ الجوازات، رح ممكن تاخذ جائزه كثير. هي يعني الولد والطفل بس ينمى بحاله انه انت بس تقرا رح تاخذ جائزه، صارت حب ما انا انه فرض ودراسه، ويي اللي بيقرا ولازم يشرب قهوه، ويي اللي بيقرا ولازم يلبس نظارات. كمان نحن حطينا القراءه، يعني حطينا بقالب انه القراءه لازم تكون هيك، لازم تكون لازم تصير فورا شخص لابس نظارات، لازم دائما تسمع اغاني معينه، لازم دائما تلبس شيء معين. بالضبط، بتعرفي حل المشكله صارت انه احنا بنتعذر كمان بوقت القراءه، بنقول انه مثلا والله ما عندنا وقت، بينما لو بنشوف بالثقافات الاجنبيه مثلا او بلاد الغرب هو حامل معاه كتابه معاه 24 ساعه، بس تتسنى له دقيقه فراغ بيفتح فيه كتابه. تشوفيهم اكيد على البحر نوار ومنا بتشمس مثلا فاتحين كتاب، احنا مثلا هذا الشيء مش موجود عندنا. يعني بتحسي انه مثلا لازم طقوس خاصه للقراءه قبل ما ننام، شيء مثل هيك. تعذر الاطفال او الشباب بعدم وجود الوقت الكافي، التكنولوجيا لها دور ايهاب انه هي قاعده عم تمنع الوقت هذا من انه احنا نستغله بالقراءه، قاعدين عم نستغله بالسوشيال ميديا واشياء ثانيه. قد ايه هذا الشيء مزبوط وقد ايه فعلا عم بيعمل مشكله بالنسبه للقراءه؟ هلا الوقت دائما حجه الجميع، يعني انه انا ما عندي وقت اقرا، انا ما عندي كذا، بس في عده اماكن ممكن نقرا فيها، مو على البحر. في ناس بتشوفها انه هذا عامل حاله عم يقرا، خصوصا اذا عربي، لانه دائما مثل ما حكيتي انت حتى حكيتيها انه الاجانب دائما بيقراوا على البحر. يعني انا اذا حملت كتاب معي على البحر اول حدا رح يعلق علي مثلا، بس حدا من اصدقائي انه هلا حل جايبه معك كتاب مشان هلا بدك تقراي. حلا منور من شوي انتم قعدتوا تهاجموا في ايهاب على موضوع التكنولوجيا والحاجات دي، بس بجد عايزه اقول لكم انه في كتب بيتسوق لها من خلال السوشيال ميديا بشكل كبير. سمعنا عن الاسود يليق بك، يعني سمعنا عنه اغاني واشعار، درجه الناس كتير راحت اشترت الكتاب من كتر ما انتشر الاقتصادات منه. الاسود يليق بك عشان تصدمي بالمحتوى. انا ما فيني اكون ضد التكنولوجيا لاني انا عم شجع على القراءه عن طريق التكنولوجيا، فانا ما فيني اكون بهذا التناقض. ممتاز كمان. انا عايزه اناقشك في الموضوع أوكي. ده ازاي انت بتستخدمي السوشيال ميديا في انك انت تشجعي الناس ان هي تقرا، او انك انت تسوقي لكتاب معين انت من وجهه نظرك انه مفيد؟ اوكي هلا لانه نحن بنرجع معيد، نحن بحياه التكنولوجيا وبعصر التكنولوجيا والرساله بتوصل بكثير اسرع. انا هلا ما رح اروح شجع الناس على القراءه بالجرائد او بالصحف مثلا، فالسوشيال ميديا كانت بوابه للكتاب الورقي او حتى لوصول المعلومه. برجع بعيد، انا بدي توصل المعلومه باي طريقه ما، ف كانت السوشيال ميديا انا بوابتي اني اوصل هي الرساله انه نحن فينا نقرا، فينا نحصل على المعلومه باي طريقه نحن بدنا اياها. بتعرفوا شعور بدون مبالغه، بس نحكي عن الكتب والقراءه بزهر قلبي بدون مبالغه. كثير الموضوع في شغف كثير كبير وكثير حلو. حلا نورتينا اليوم، كثير انبسطنا بوجودك. شكرا لك، وانا كثير انبسطت فيكم. شكرا، نورتينا. نطلع بريك سريع، شو رايكم؟ يلا يلا، شكرا لكم.